تجلس على طرف السرير أو على الكرسي وتمد رجلك المصابة إلى آخر شيء مع شد القدم إلى الخلف آخر شيء. التمرين الثاني تنام على السرير وتحاول تثني الركبة لآخر شيء وتمدها لآخر شيء، وحاول القدم تخليها لاصقة بالسرير ما ترفع لفوق. التمرين الثالث تجيب لك أي فوطة ولا منشفة وتحطها تحت القدم، وبركبتك تحاول تدفع للأسفل لمدة 10 ثواني، شد 10 ثواني وتريح. التمرين الرابع تجيب لك أي منشفة ولا فوطة وتحطها تحت الركبة وتشد عليها لمدة 10 ثواني وتريح. من وضعية الاسترقاء أول شيء تثني ركبتك الغير مصابة، ثم تشد القدم إلى الخلف وترفع رجلك المصابة بارتفاع 30 سنتي لمدة 10 ثواني وتريح. من وضعية الاسترقاء على الجنب أول شيء تثني ركبتك الغير مصابة، ثم تشد القدم إلى الخلف وترفع رجل فوق ارتفاع 30 سنتي وتعد 10 ثواني وتريح. تمرين الاستطالة تجيب لك منشفة وتلفها وتحطها أعلى القدم عند أصابع وتحاول تشد للخلف وتحاول ترفع رجلك فوق شوي 10 ثواني وتريح. حط مخدة بين الركب أو بين رجولك وتحاول تضغط عليها لمدة 10 ثواني وتريح. بعد ما تمسك يدك في درابزين الدرج وقدمك على الدرج ترخي نفسك لمدة 10 ثواني ثم تريح.